صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: هل هناك فرق بين كلمة السماء في الإفراد والسماوات بالجمع إذا وردت في القرآن الكريم؟ حيث إنني سمعت أحدا من الناس يفسر السماء في القرآن على أنه السحاب، ويفسر السماوات بالسماوات السبع المعروفة، فهل هذا صحيح؟ السماء معناه ما علا وارتفع، أي ما علا وارتفع، ويطلق على السماوات المبنية ويطلق على الفضاء المرتفع يسمى سماء. هنا نعم.